السلام عليكم. هذا مركز للتربصات الرياضية والتجمعات للفرق الوطنية والفرق المحلية كذلك، يقع بدائرة عين بيضاء بولاية أمبواقي. وللذكر أنه فيه خريطة نتاع المراكز لإحداث هذه المراكز نتاع التجمعات الرياضية، واللي البعض منها انتهت الأشغال به، والبعض الاخر راه قيد الاشغال، كمثلا مركز بتيزي وزو، وكذلك مركز للتجمعات الفرق الوطنيه والرياضيه بتلمسان ببلاطو تاع لالاستي، وكذلك مركز للفرق في كره القدم ب سيدي بلعباس كذلك، وبانعامه كذلك، يعني فيه مراكز كثيرة على مقسمة على التراب الوطني وللتجمعات والتربصات الرياضية. ويخص بالذكر وهو يعني الجدير بالذكر أنه هذه التجمعات هي فيها نوعين. النوع الأول هو مخصص لكرة القدم كالمركز نتاع لالاستي بتلمسان، والمركز نتاع سيدي بلعباس، والمركز نتاع تيزي وزو، هذو مخصصين لكرة القدم فقط. كذلك مركز بفوكا بولاية تيبازا، وكذلك هناك مركز آخر في ولاية قالما. إذن كل هذه المراكز بادرة خير لتطوير الرياضة بصفة عامة في بلادنا، وهذه هي الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة لتطوير الرياضة. لازم تكون فيها مراكز تجمعات تربصات في الفرق بها يعني بنوعية، وتكون مقاييس فيها تتبع مقاييس دولية فيما يخص المنشآت والرياضية، وكذلك يعني يكون فيها تخصصات أخرى مثل الطب، الطب الرياضي، وال يعني المتابعة يعني التعليم العلمية للرياضة. لازم تكون فيها جانب علمي في هذه الرياضة، في كل الرياضات. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.